بعيدا عن الألقاب، عبد الست أو عبد الستار العواصي، نعم. من هو؟ عبد الستار العواصي مساعد مهندس اختصاص كهرباء، كان في لي طموح مهني جدا عالي، بدأت في دراستي بسوريا وحققت فيه إنجازات جدا طيبة في سوريا لحد سنة 1991. كانت وجهتنا طبعا الإمارات بالضبط. ليه اخترت الإمارات تحديدا؟ يعني ما فيش حدا بيعرف الإمارات ونهضتها إلا ما اختارها، مش أنا الوحيد اللي اختار الإمارات أو كانت بهذا الطوق بالضبط. يعني من ناحية أنه كانت نهضة جديدة وإضافة بالضبط، إضافة لأنه لما عاشرناهم هنا آسف بعشرتنا هنا كانوا حقيقة مطلقة. ستار، خلينا نحكي عن ال 91، عن البداية لك في دولة الإمارات. نعم. اجيت فيها كموظف، كوظيفة معينة as a staff ولا ك نعم. لك your own business؟ لا اجيت طبعا البداية. اجيت بداية كموظف كموظف باختصاصي بنفس مجالي. نعم، مساعد مهندس اختصاص كهرباء. نعم. جميل. كيف تطورت الأمور ما بعد هيك؟ من الشيء اللي لازم الكل سواء اعترف فيه حتى او لا، مش لازم اعترف فيه، ممكن احدهم ما يعترف، البلد من روعة البلد هاي أنه تمنحك بالضبط وتمنحك لا حقيقة مطلقة، تمنحك الفرصة حتى أنت تستغلها. والله سبحانه وتعالى، وأكيد طبعا الأمر مطلق الكلام توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا دايما بقوله أنه أكيد هي البلد هي عم تعطيك فرص كبيرة وعم تعطي أي شخص ممكن يجي لهالبلد الفرصة مفتوحة، بس اللي إحنا عم نحكي فيه اللي هو الصعب دايما أنه إحنا كيف نستغل هاي الفرصة ونكمل فيها، يعني ما نوقف بس إنه خلاص هي فرصة أخذناها بس ما طورنا من حالنا أو ما عملنا الشيء الصح اللي حتى نقدر. برضو ما ننسى إنه في كم هائل من المنافسات، في أشخاص في يعني بتفوقوا ممكن، فإحنا كيف نوصل لهالمستوى، كيف نعلي من الشيء اللي إحنا موجود عندنا، هذا اللي بدنا نعرفه أكثر منك حاليا. الشيء منوط طبعا مش فقط بالظروف المتاحة، منوط كمان بظروف الشخص اللي صحيح. بتكون هي شخصية وجهوده والأشياء الأراوند التيم أو أو حتى الجو العائلي لحد ما خلينا نقول له دور أكيد بكون إيجابي أو سلبي. إضافة للظروف الموجودة في البلد هاي وهي ظروف جدا خصبة لأنه الإنسان يتطور أكيد. ولكن ليست هي فقط العامل الوحيد صح. كمان بعض العوامل الشخصية اللي يمتلكها الشخص نفسه صح. من ناحية قدراته، علمه، جهوده، الأشياء المحيطة فيه بالضبط، حتى عنده صبر بالضبط بالضبط تماما. والحمد لله أنا شخصيا مبدأيتي في الحياة وهكذا ربي أولادي عليها، أنا دائما في ثورة على ما أنا عليه حتى أنتقل إلى أفضل، فبالتالي ما فيش عندي ليفل أقول هذا هو المستوى اللي أنا بدي إياه أبدا. قديش استمرت؟ أزا ستاف من 91 استمريت ثلاث سنوات، سنتين وشوية، قول لي ثلاث سنوات. ما كانت فترة طويلة. لا ثلاث سنوات. بعدين صارت النقلة. لا أنا بدي أخذ الحقبة كاملة. ثلاث سنوات بعدين انتقلت لبريك بسيط من الأشهر، كملت كمان أزا ستاف ثلاث سنوات أو سنة خلينا أقولها بالضبط، بعدين انتقلت إلى وظيفة حكومية قعدت فيها ثلاث سنوات، وبعدين المكان اللي أنا فيه حاليا بسنة يعني 2003 يعني بالضبط احنا بال91 خلينا نقول عم نحكي عن 12 سنة. 12 سنة استمرت فيها، بتنتقل من مكان لمكان وبتاخذ خبرات اكثر طبعا. بعدين اجت الفكرة انه انت اليوم تكون بالزبط. او you have your own business. انا كان حتى في قبل وجودي هنا كان في عندي ثلاث محلات موجودة في ابو ظبي في بدا زايد، مهني تكنيك اوتوكار.
يعني الفكره موجوده اوريدي من الصغر منذ نعومه الاظفار الان. طيب خلينا نحكي عن الاشياء اللي بتتميزوا فيها، الاشياء اللي عم قدمتوها او حاولتوا تقدموها بشكل افضل لحتى تكونوا شوي مميزين عن اللي موجودين او عن البقيه. مثل ما حكيت لك في البدايه انه احنا اليوم صح الفرص موجوده عندنا، بس لازم نكون تنافس أعلى. بس برضه التنافس موجود، المنافسه جداً موجوده جداً. عشان نقدر نستمر لازم نكون في شيء مميز عندنا بالضبط. صحيح. نحكي عن هالامور اكثر. والله الشيء المميز انا حقيقه اخذته من تربيه ابويا مش من السوق. الله يرحمه ويجعله بالين يا رب يا متجه. كان دائما يقول اياها ابويا بالحرف الواحد، من صادق الناس اقواله شاركها اموالها. وهذا هاي القاعده الحقيقيه اللي كنا احنا متبعينها ومتميزين. اقول متميزين، انا دائما بقول يوجد من هو افضل مننا ونحن نتنافس معه ب يعني بشرفية انه آل الافضل، اما منافسة يعني طيبة مش منافسة لا قدر الله. هو اساسا البلد هي فاتحة هالمجال لهالنوع من المنافسة بالضبط. فبالتالي انا صراحة كانت منافستي وكنت ادقق فيها مع كل الصف اللي عندي وكنت اختار فيها. يعني عندي المؤسسين طبعا ماهر احمد عبد الله الباز ومحمد كفاية. الصدق 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 والصراحة لو بدنا بالضبط بالضبط مع بالضبط بالضبط الزبون ممكن يزعل بشكل مؤقت، ولكن فضل الله نمتلك الحمد لله. نمتلك نمتلك مش بس قدره، نمتلك زبائن الحمد لله. حتى لو ما اكيد لشيء اللي حتى لو ما اشتغلوا معنا موجودين معنا. برجع اتوقع له سبب او برجع هذا الشيء ثقه الناس بالضبط لها سبب اكيد ثقه والمعامله بالصراحه. كل شيء موجود عن الخدمات اللي اليوم توصل للكاستمر. هلا بكل وضوح احنا كيف ما كان بزنس، يعني مش مانيفاكتر مزبوط وقت احنا كمان بزنس مش راح اقول اني يعني وسط، ممكن less than اوكي مش طلب الجمله اساس عملنا. بالتالي نقطه انه احنا شو قدمنا، أنا برجع بعيدها، أنا تقديمي أساسي خدمي مصداقية مع الزبون. السلعة أنا بصل إلها، غيري كمان تماما يصل إلها مثل ما أني أصل إلها. ولكن توصيلها للزبون ومصداقية للأسف كحقيقة مطلقة بالسوق موجودة، كما إحنا بعض الأحيان بنعاني مع بعض السبلاير اللي متعامل معهم بقلة المصداقية أو في بعض المشاكل اللي متعرض إلها، ممكن نثبت شيء وخوننا فيه وما شابه ذلك. إحنا هاي تماما مع زبوننا بنحاول نلغيها للزيرو، نقطة الثقة مطلقة. نعم. ودا أحكي عن بدايتنا هنا، أنا من النوع اللي صراحة بدي أركز فعلا على بدايتنا ودائما بحكيها لأغلب واحد بسألني. طبعا أنا عندي الشريك هنا اللي هو الأستاذ ياسر أحمد الأحمد ابن خالتي. طبعا أنا بعد انتهائي من بدأ زايد أو من وظيفة كنت كان عندي في محلات اثنين في بدأ زايد، المفتاح السحري والميسرة، محلات في الصناعية. قررت الانتقال لدبي علما أنه أنا إلي تأسيس بسنة 91 في دبي وتركتها لظروف خارج السيطرة ورجعتنا مرة ثانية للمهد إلى دبي، ومعروفة دبي طبعا من ناحية البزنس إلى الكل. أعتقد أن الشخص لازم يحاول في كل مرة لازم طبعا بالضبط. احنا رسبنا ورجعنا ونرسب ونعود صح. وسنبقى ان شاء الله تعالى ان شاء الله. نروح شوي للمستقبل او للخطط المستقبليه. بدي اخذ بريك على هاي بعدين بطلع المستقبل. فبدايه لما رجعت لدبي طبعا قابلني ابن خالتي، وطبعا بعرف عبد الستار وفي معرفه سابقه ابن خالتي يعني اجتماعيه في بيني وبينه خلطه، والرجل هو عرض علي الشراكه علما اني صراحه كنت جاي بتاسيس محل هون، ولكن عرض علي انه شريك وأفضل وأقوى. وأنا من النوع اللي حقيقة مطلقة مؤمن
بحديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: تكثر البركة على الإناء اللي تكثر عليه الأيدي. فالشراكة إذا كانت فيها مخافة من الله طيبة ويطلع فيها البركة، وما شفناش من نتوجه لهم معلمنا إلا كل الخير. أبن خالتي نعم الله يسر له، وكان وقف أكيد مطلق. سمينا المحل برج الثريا بداية. صراحة كان تكني الاسم ببرج الثريا نجوم، لا نجوم نجوم في في موقع بالسماء اسمه برج الثريا، يعني تكني بالاعتلاء بصراحة. إنسان دائما العرب دائما بالضبط، العرب دائما تتكني يعني تسمي الاسم تكني وصولا لهذا الشيء. فإحنا قلنا برج الثريا، بس فضل الله علينا ورضى الوالدين إنه بالبدايات صار يجينا شخص يقول لنا عندكم ثريا، نقول له شو في شيء اسمه ثريا؟ اكتشفنا انه في ساتلايت كوميونيكيشن اسمه ثريا. يعني فضل الله علينا بالاسم، احنا ما كنا عندنا اي تخطيط. صح، اتى الرزق هكذا. صدق. كان حقيقه مطلقه، لا يوجد صدفه، قضاء الله وقدره. انا دائما بقول لا يوجد صدفه. رضا الله، رضا الوالدين. استمريتوا ب لا دخلنا على الثريا بفضل، دخلنا على الثريا كان بالضبط. انا كان لازم 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 اني اقف ادي الحقوق لاهلها. الفضل الاول بعد الله سبحانه وتعالى كان لخضر منصور كوبنز هولدنجز، الله يوجهه الخير محل ما هو قاعد. كان الرجل من الداعمين الرئيسيين ان في شيء اسمه ثريا حقيقه مطلقه، ومعه وصلنا لدرجه جدا ممتازه. انتقلنا الى داعم اخر يجب كمان نوصل له الشكر، اخويا المطلق الذي لم تلده امي، رضا محمد علي السودان، كان الداعم الثاني. طبعا انا بقول دائما كلمه، انا اخو لاخويا واخو لاختي وصاحب لصاحبي، فلن اكون منتفع غير نافع. فاذا انتفعت من شخص أتمنى أنه يعني أتمنى من الله أنه أكون ذلك كما أنا أرى في نفسي، وأتمنى الشهادة هذا الشيء من كل اللي أنا اشتغلت معهم هم بيعرفوني. كنت دائما أنتفع، ولكن أشترط على نفسي أني أكون بنفس الوقت نافع، فنافع ومنتفع بنفس الوقت، تبادل المنفعة بالضبط. الحمد لله الله سبحانه وتعالى يخليك يا رب. بدي أزيد على نقطة صغيرة، برج الثريا بلس راما انترناشنال الكل يعلم، والثريا تعلم احنا بعد 3 سنوات من الفايف بيجست، احنا من 5 أكبر 5 شركات شركة الثريا. طبعا ان شاء الله لقدام يعني بتمنى يخليك يا رب. احنا طبعا ما كناش مع الثريا بشكل مباشر، احنا كنا بيهايند بهالفرما، لكن اليوم وان شاء الله اللي بدنا نحكي عنه اللي هو خلينا نحكي في خطة خماسية. نعم. هل ممكن يكون في شيء اكتر من هيك؟ نعم اكيد. طيب بالضبط زي ما تفضلتي، التنويع الان احنا انا من النوع اللي لازم الانسان يحكي بالواقع تبعه اللي هو عايشه، الواقع اللي احنا عايشين فيه لابد من التنويع، لا ما بنقدرش نقف على زاويه واحده. صح. يعني لازم الانسان يدخل المجالات بالضبط حسب ما يتصير. فاحنا بنلاحظ كونه احنا في مكان في بلد برضه عم تسعى متطور بالضبط، يوميا في عندنا جديد. هاي روعه الاشياء. خليك يا رب طول بعمرك. اكيد بدي نحكي بما انه عم نحكي عن النجاح، تفضلي خلينا شوي نحكي عن الدور اللي ساهمت فيه الامارات وقدمته الامارات لكم لحتى اليوم تكونوا بهالمجال وعم تحكوا بهالثقه. نعم. ولسه عندكم طموح لقدام ان شاء الله. بالضبط. سبحان الله، يعني اولا احنا بلدنا الثاني حقيقه مطلقه، انا بقولها مش اني كسوري، اي عربي نزل على الامارات كانت بلده الثاني حقيقه مطلقه. اضافه انا بصراحه بحب اضيف مع احترامي لكل شعب الامارات بالكامل، اني كان مرتع ولادتي في بدع زايد، فسلامي لكل اهل بدع زايد. طبعا اخوه الي حقيقه مطلقه، وعمي ووالدي الثاني أبو محمد سيف سالمين، وإحنا كنا شغالين مع الشيخ محمد مبطي الحامد مع ابنه الشيخ عبد الله، عرفنا هنا. أنا شخصيا بحكي عن نفسي، عرفت معنى كلمة شيخ بالمعنى الحقيقي اللي هو شيخ أخلاق، وليس للأسف بعضهم اللي بتعامل فيها كشيخ منصب أو شيخ. أما أنا تعاملت معهم هنا أخوة مطلق مطلق، بخيت أحمد أبو غنوم الهامني، سيف سالمين عم أبو محمد، كلهم دحام زايد المزروعي أخوة إلي كان مطلقة، راكان محمد معلل المرر ما يفوتني، أخويا مصباح، صاحبين فضل أهل إلي مطلق في هاي البلد.
نشكر الدولة وحكامها وقاداتها اللي هم كانوا سبب رئيسي بنجاحنا اليوم ووجودنا بهالمكان. طبعا سامحيني في بعض الامور يمكن الانسان بصر فيها لمسلمات يمكن بينسى انه يحكيها في بعض يعني مسلمات فعلا بينسى يتكلم فيها، بس بالرجوع لها اللي حصلناه بالبلد مش انا برجع بقولها للمره الالف حقيقه وتكرارا، مش انا او افرادا في شخصي او في جنسيتي فقط انا اللي حصلت عليه، كثيرين سواء كانوا من كعرب او غير عرب بهاي البلد حصلوا على فرص بغير مكان ما كنش بقدروا يحصلوها، واضافه لانه التعامل معانا هون كاهل او كحتى دوائر حكوميه كنا نشعر فعلا انه احنا بين اهلنا. انا شخصيا اتكلم هاي فيها، فاحنا حقيقه الله من علينا ببلد الامارات. انا من 91 عاشرت الشيخ زايد الله يرحمه وجعله بعليين، اللي طبعا له اثر علي انا شخصي مطلق عبد الستار العواصي، وله اثر يعني اتوقع اني اخجل اني انا اتكلم عنه حقيقه مطلق اخجل اني انا اتكلم عنه، لانه اتوقع ما فيش دوله بالعالم سواء كانت عربيه او اسلاميه اللي له اثر فيها. الله يرحمه ويجعله بعليين يا رب واموات المسلمين جميعا. وطبعا اكيد ما فينا يعني بشيء واضح جدا للاطلاق للعيان انه طول الله عمره الشيخ خليفه والشيخ ابو محمد وكل الشيوخ الامارات شيء حقيقه احنا عايشينه. انا من النوع اللي شويه الان امام كاميرا ممكن ارى بعض الاحيان المجاملات هي تاتي من باب انه بديننا الحمد لله طبعا امرنا احنا انه ندعو لولاه الامر تبعنا، بس لا انا اضافه لذلك لمسنا اشياء، وانا شخصيا برجع بعيدها لمسنا من الاشياء اللي احنا حصلناها في الامارات بلد ثاني انه انا بلدي شخصيا بحكي عن نفسي ما حصلتهاش. احنا يعني بنتشكر الامارات ونتشكر حكامها وقادتها حكم وشعبها وشعبها حكامها وشعب الطيب رائع جدا. بنتشكرك برضو على هاللقاء طيب وعلى شكرا لك وشكرا لكم انتم على الاستضافه، ان لكم ان شاء الله تعالى من النجاح. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. كل الشكر للاستاذ عبد الستار العواصي، وانا استودعكم الله على امل اللقاء بكم مجددا.